وحدو الشيخ محمد جوز الست حفيظة كان راجل موظف بسيط لو توحدوا الله، ومات ويسيب الست حفيظة وكانت لسه في عمر الشباب لسه عندها 32 سنة، وساب لها بنت صغيرة كانت اسمها أنغام. والست حفيظة بعد ما جوزها مات كان ساب لها معاش يا دوب ما يكفيش اتنين اللي بتوحدوا الله، ولكن سايب منزل بدورين والست حفيظة عايشة فيه هي وبنتين وتصلي فرض ربنا، وكل الشباب عينهم من الست حفيظة. تعرفين لما الراجل يموت وتبقى الست لسه صغيرة في عمر الزهور تلاقي كل الشباب وكل الرجال عينهم عليها، وكانت الست حفيظة كانت جميلة جميلة جمال فتان، جمال ملوش وصف إلا إنها كانت مسلمة وعارفة حدود ربنا تمام وبتصلي الفرض بفرضه. وبعد ما جوزها مات قفلت على جمالها الأبواب، ما حدش من البلد كلها ودى للست حفيظة 100 جنيه من زكاة المال، حدش ادالها شوية رز ولا شوية غلة، لا. شو الحكاية صارت؟ شالتش منها ومشت في البلاد تشحن على البنت الصغيرة؟ لا. الناس أبوها قالت ربي سند ومعين، شالت بنتها وسجدت لأحكم الحاكمين، رفعت بصرها لله وقالت أنا في حماك يا رب العرش والقدرة، واللي اعتمد على الله يحمي الجمال.